لك يلا يلا شو جاهزة هاي؟ ايش جاهزين انت ما؟ وين سميحة؟ سميحة نامت جوا بالغرفة فوتي شوفيها. سميحة انا جاهزة. وين الهدية؟ تركتها بالمطبخ رح اجيبها والحقكم يلا سبقوني. بسرعة يلا لا تأخري. يلا شو الحيانة انت يا سميحة؟ لك يا بني بسرعك تعزبيها. ولا كم هزهز عنا نحنا. شكرا كثير عن جد كلكم ذوق. يلا افتحي افتحي. بس شوفي هي شو هالصوت. احذري شو ها مفاجاه. شو حلوه حلوه ما اسمع عبير جبنا لك اياها خصوصي مشان تونسك. عن جد يعني كثير كثير فاجئتوني بس كنتوا انتم مونسيني. يا حبيبتي كل عام وانتم بخير. كل عام بخير وانتم بخير. ايه صحيح انا نسيان الشاي على النار. يلا بس يلا يلا. لك العمى شو قليلة ذوق. جايين لعندها وجايبين لها هديه بتروح تسكر الباب بوشنا. المهم انه تكون عجبتها الهديه. طبعا رح تعجبها الهديه. يعني قطه سليمه والطير العقل وبيضة مو مثل الببغاء المعارف شو المريض اللي جابت ليها كانت يوم عيد ميلادي. ان شاء الله لا تذكريني بهداك الببغاء مو معقول شو عانى وتعذب لبين ما سلم امانته. حرام عليكم ليش هيك عم تحكوا على المخلوقات؟ يعني اليوم طبقت ال 26 وبتعرفي يعني حرام. هلا ببيضة لحالها مو كبرانه يعني شو؟ 26 شو؟ حبيبتي لما خطبت انا ووائل من سنتين كان صار لنا 5 سنين ومطبقة 26. ليش شو كنت صار عمرها هلا؟ حبيبتي ما بدها شيء بس احسبيها شوي فكري تكي. مشوا مشوا يلا. خلص فوتي. منين طلعتي لي انت؟ انا بدي مين يدير باله علي. شو بدها هي كمان؟ ايه نونو عبورة. طاير عقلي فيها كتير عم تسليني لكني عم طعميها. ايه لا حبيبتي كله كله تمام. يسلموا. باي باي. خيلك انت وهالهدية. خطرت لي فكرة. بدي اخذك مشوار بيطير العقل روحه بدون رجعه. استني شوي ما تروحي.